التحف الفنية العريقة الثمينة في متحف الشارقة للسيارات الكلاسيكية، هذا المكان اللي انطلقت منه قبل تقريبا ساعتين مسيرة رالي 71، هذه المسيرة اللي تجوب معظم مناطق ومدن إمارة الشارقة، هذه الإمارة اللي كغيرها من إمارات الدولة تحتفي بعيد الاتحاد 53 بلوحة فنية جميلة من خلال الفعاليات العديدة. هذه الفعاليات راح نقرب لها بشكل أكبر مع سعادة خالد جاسم المدفع رئيس لجنة الاحتفالات، احتفالات عيد الاتحاد 53 في إمارة الشارقة. يا مرحبا بك، وخلنا نعرف شو اللي يميز الاحتفالات في إمارة الشارقة الجميلة هالسنة. السلام عليكم ورحمة الله، مشكور أخوي محمد. نحن طبعا نرحب فيكم وفي جميع المشاهدين الكرام والمستمعين. هذه طبعا فرحة دولة الإمارات، هذه الفترة من كل عام تشهد دولة الإمارات احتفالات كثيرة وتشهد العديد من الفعاليات والأنشطة اللي نعزز من خلالها الولاء والانتماء لدولة الإمارات، وننشر كذلك رسائل كثيرة منها يعني المفاهيم الأساسية اللي ربينا عليها من الأباء المؤسسين ومن أجدادنا اللي نغرسها في أبنائنا وبناتنا في دولة الإمارات من خلال مثل هذه الفعاليات. جميل، كيف تشوفون تفاعل الجمهور مع هذه الفعاليات والمشاعر اللي تلاحظونها على سواء المواطن وكذلك المقيم اللي يحضر فعالياتكم؟ الجميل كذلك في دولة الإمارات أن نشوف الإمارات تستقبل الجميع، ونحن في ثقافتنا وفي عاداتنا وتقاليدنا نرحب في الناس من كل مكان، والحمد لله يعني دولة الإمارات 7 إمارات، كل إمارة تتميز بطابع معين بجوانب معينة نبرزها من خلال هذه الأنشطة والفعاليات والمهرجانات اللي ننظمها في كل إمارة، وكلها تصب في المصلحة العامة في هدف واحد دائما، أن تطلع الإمارات بأفضل صورة والصورة الصحيحة الواقعية لدولة الإمارات ومكانتها على مستوى المنطقة والعالم الحمد لله. بالنسبة للاحتفالات، نحن يمكن في إمارة الشارقة بدينا احتفالاتنا تاريخ 21 نوفمبر، وهي يمكن يعني أول إمارة بدأت في الاحتفالات، لأن الحمد لله متوزع احتفالاتنا على كل مدن الإمارة، يعني من مدينة الشارقة كانت الانطلاقة تاريخ 21 نوفمبر، وبعدين انتقلت إلى المنطقة الشرقية والوسطى ومدينة الحمرية. ونقول دائما اللي يميز كل منطقة لها خصوصية معينة نبرزها من خلال هذه الاحتفالات، فنقول فيه تنوع كبير للجمهور وزوارنا الحمد لله من كل مكان، من مواطنين ومقيمين وزوار من خارج الدولة يشاركونا هذه الأفراح ويتعرفون أكثر على عاداتنا وتقاليدنا الإماراتية الأصيلة من خلال مثل هذه الفعاليات. وكذلك أحب يعني أركز على نقطة أن فعالياتنا تناسب كل الفئات العمرية وتناسب كل الجنسيات، فهذا يعني شيء جميل، فهي يعني لغة واحدة يفهمها الجميع، ونرسخ فيها كثير من المبادئ في المقيمين وفي أبنائنا وبناتنا من خلال الأنشطة اللي نسويها. الأنشطة طبعا كثيرة يعني ما نقدر نذكرها الآن، بس أهم الأشياء اللي كذلك سويناها هاي السنة، كان عندنا حفل أمسية وطنية في مدينة خورفكان في مدرج خورفكان، كان معانا الفنان ميحت حمد والفنان المطرف كذلك بالأمس، وكان منتزه الشارقة الوطني يستقبل أعداد كبيرة من الزوار، يعني أول أمس تقريبا 26,000 زائر ما شاء الله، اليوم اللي قبله 23,700، وعلى مدار 12 يوم يعني شوف الناس اللي تزور المكان يطلبون بتمديد أكثر، ونحن مددنا لهم يوم واحد إضافي، ولكن تقول هاي فرحة الناس يعني متفاعلة وفرحانة في هذه الأجواء الطيبة الوطنية بالتأكيد. ودائما الشارقة يعني مميزة مثل اسمها، تشرق علينا بكل ما هو جميل وتحتفي دائما بالرموز بالوطنية العالية هذه اللي نشوفها من خلال فعالياتها واحتفالاتها في هذا اليوم اللي تتوحد فيه المشاعر. رسالة أخيرة توجهها سعد؟ نحن نتمنى إن شاء الله أن الجميع يشاركنا في دولة الإمارات في جميع أنحاء الدولة، باقي اليوم يومين تقريبا في هذه الاحتفالات، ولكن يعني هاي فرصة أن الناس تشارك، ودعوة للجميع أنهم يحضرون بقدر الإمكان فعاليات دولة الإمارات وإمارة الشارقة ويستمتعون فيها. وكذلك بعد الاحتفالات هناك كثير أنشطة وفعاليات نقدمها للناس، ويعني دائما نتمنى حضورهم، ونحن نسعى دائما لتطوير فعالياتنا وكل اللي يعني نقوم به من فرق العمل المختلفة بتوجيهات من قيادتنا الرشيدة، أن دائما نسعد الجمهور ونسعد الناس
فهذا يعني هدفنا دائما، وان شاء الله ان الله يعني يوفقنا جميعا في خدمه بلادنا وخدمه الوطن وابناء وبنات دوله الامارات. جهود كبيره بكل تاكيد. سعاده خالد المدفع رئيس لجنه احتفالات عيد الاتحاد 53 لاماره الشارقه، شاكرين لك. شاكرين لك. شاكرين. إذن هذه الصورة من إمارة الشارقة زميلي أحمد وزميلتي أحلام، كغيرها من إماراتنا السبع التي تحتفي بهذا العرس، عرس عيد الاتحاد 53. نسأل الله أن يعم الأمن والأمان والخير والسعادة على دولة الإمارات وقيادة دولة الإمارات وكل من يقيم ويقطن على هذه الأرض الطيبة التي نحمل أجمل معانيها في قلوبنا. نعود بالكلمة والصورة إليك.